عنوان قدوة القدس حراس التاريخ، نظمت مؤسسة برج اللخلق جولة لثلاث قرى مقدسية مهجرة تهدف إلى تعزيز الهوية الفلسطينية لدى الشباب المقدسي. رافقنا في الجولة الحاج محمد الخطاب، عاش أحداث النكبة والتهجير، شاركنا فيها تجاربه وتفاصيل حياته في قريته قبل النكبة وبعدها. كانت الوقفة الأولى في قرية سطاف التي تم تطهيرها كاملة من سكانها الفلسطينيين وتدمير بيوتها، ولم يتبقى منها إلا بعض الآثار التي توثق الوجود العربي في المنطقة. ومن ثم انتقلنا إلى قرية قالونيا وتحديدا إلى وادي الزنانير. حدثنا العم محمد الخطاب الذي عاش بالقرية عن ذكرياته فيها. كنت أودي الحليب الساعة 3:30 الصبحيات من قالونيا على القدس 3:30 الصبح وأرجع أروح على المدرسة. هنا بن خال إلي هذا إلو أرض، هذه كانت كلياتها تفاح من الجولدن الكبير هذا الستاركن. هذا في تقريبا في آخر لحظة من الأيام اللي هجرنا فيها كانت المنطقة هذه ما فيها شهود، أجا زرع عمر الأرض ولقطها وباعها. ثاني سنة مسكوا اليهود أخذوه أسير حوالي 6 شهور، لحكته مرته اختياره برضه، يعني هو كان في هذا الوقت في السبعينات، يعني لحكته مرته روحوا وهي ما أخذوها مرته أسيرة ثاني مرة، فقعدت عندهم الثاني بعد 5-6 شهور. يا توتة الدار صبرك عالزمان الجار، لا بد من عود مهما طول المشوار. يا 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 با قالون يا سطاف وعين كارم وغيرها من القرى المقدسية المهجرة التي ما زالت شاهدة على أحداث النكبة الفلسطينية، والتي ما زال سكانها متمسكين بحق العودة. هو حلم طال انتظاره، لكنهم على يقين بأنه سيتحقق يوما ما. ومن قالونيا إلى عين كارم، المحطة الأخيرة في الجولة، قرية تتميز بطبيعة جبلية خضراء هجر سكانها أثناء النكبة، يسكنها الآن مستوطنون قاموا بتغيير وتشويه معالمها العربية. وضع مهين، وضع يعني لا ما بقبلوش البني آدمين، ما بقبلوه الحيوانات، ما بتقبلوش، لأنه إحنا ما كان أراضينا هي ما كانتش بهذا الشكل، كانت أراضينا أحسن من هيك وأعمر من هيك وفيها كل الخيرات، ما كنا نحتاج لا يهودي ولا لا مسلم، كنا إحنا من أرضنا نخلع ونبلع ونجيب كل أراضينا نجيب منها، ما كنا نحتاج حدا يعني. يهدف برنامج قدوة القدس حراس التاريخ الذي سينظم مرة كل شهر إلى تعريف الشباب بالقرى المهجرة ونقل الرواية الصحيحة بدلا من الروايات التي يقوم الاحتلال بترويجها لتفنيد ونفي الوجود العربي بالمنطقة. لبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا.